أخي؟ نعم. هلأ البيجامة المخططة بتدفي يعني؟ ما بعرف، كل البيجامات بتدفي، ليش عم تسأل؟ لأنه السجن بكون بارد كتير، هيك قال أبو لرفيقي أحمد يلي معي بالصف. إيه؟ ليك هدول يلي بالسجن لابسين بيجامات مخططة، مو لأنه بتدفي منيح؟ ما بعرف، يمكن معك حق. أنا كمان ببرد، شرطة ما رح تاخدني وما رح ألبس البيجامة المخططة لأني ما بحبها، مو هيك؟ أنا ما بسمح له. الحمد لله على السلامة. الله يفك أسرك. بسيطة. شو شايف المكان هون 5 نجوم؟ ايه انت معك حق. غريب مو هيك؟ انا صرت برا وانت جوا. بهالدنيا صعب تتوقع اي شيء. قتلت إبرو ما هيك؟ ما كان في عندي حل تاني لأنك تركت أصلي أماني عندي. شكراً لك. كلهم بخير؟ بخير على الأغلب. لا تأكل هم. أصلي عملت كتير شغلات لحتى تنقذك، هي اللي كشفت إبرو. بكرة بتلح لترجع على المشفى، مفكرة أنه الحياة هو طاولة عمليات وبس، وبتوقع بمشكلة إنقاذ الأرواح. جريئة كتير وشجاعة كتير، تستاهل منك كل الشكر. هداك المجرم أو ما بعرف شو بدي أوصفه، همس بإذن إبرو وأقنع. إيه صح، أبوها ترك ثروة كبيرة وحلفت أنها تقتلكم كلكم. عم نستنى. معدتك وجعتك من البرد؟ ما في مشكلة، المكان هون بارد ممكن يوجع المعدة، انتبه على حالك. كل شي ممكن. المكان جوا مليان رطوبة، دفي رجليك منيح. أنا أخذ احتياطي. طيب الله يفك أسرك. آمين. أسطورة. ليش زعلانة؟ أصلي جلسوم فوتي، تعي حبيبتي. والله ما عم صدق اللي عم بيصير. وأنا كمان. هي كانت رفيقتك المقربة مو؟ بصراحة أنا كتير زعلت. وأنا كتير زعلت كمان، سنين طويلة وأنا كل الوقت بحكي لها كل شي عني وعن حياتي، كنت مفكرة أني بعرف كل شي عنها. الواحد بمين بده يثق بهالدنيا إذا ما كان قدران إنه يثق بأقرب رفقاته؟ بمين بده يثق يعني؟ ما بعرف، عن جد شغلة بتحير وبتوجع كتير.
نهايتها كانت حزينة كتير. المنظر ما عم يرضى يروح من بالي. حكيت معها كتير، حاولت اني اقنعها بس ما كانت عم تسمع، وانا ما عرفت شو اعمل. حاولي انك تنسي، يعني هي يلي اختارت تعيش عيشة مثل هاي. ايه معك حق، للأسف، مع الأسف. لو ما اجا ياجيت لحقك شو كان ممكن يصير لك؟ ما صار لي شيء. يا ربي، على الأغلب أخي فرهاد كان طار عقله. عن جد كان طار عقله برأيك؟ ليش أخوك في عنده مشاعر جلسوم؟ يعني أنا معك إنه أخي غريب شوي، إيه بس ما بيبين عليه شي، هو بيخبي كل شي جواته. أنسي، لا تهتمي كتير. قالك شي ضايقك؟ حكى شي خلاكي تنزعجي منه؟ أنسي الموضوع. كيف حال الصغير؟ احكي لي عنه شوي. كتير حلو، بجنن. لو تشوفي شو كبران، اليوم بيكبر شوي. ساتله، بس ليفيق بجيب لك اياه. لما الواحد يشوفه بينسى همه. معناتها تضحكي، هو ما بيحب يشوفك هيك. اصلا انت ما بيلبق لك غير تضلي عم تضحكي. شكرا كتير لك جلسو. انتبهي على حالك، انا لازم روح. طيب ماشي، باي. أصلي خانم، السيد فرهاد وصل. ايه اهلا وسهلا ابني. والله وقعنا وقمنا بسرعة يا فرهاد. هن كلهم يومين، اشتقتوا بهالسرعة يعني؟ اشتقنا طبعا. انا متأكدة انك ما اشتقت لنا اخي، يمكن بس لأصلي. اصلي مرتك ما خلت شي ما عملته مشانك وحطت روحها بالنص، والله بتستاهل احلى شكر منك يا ابن خالتي. انا برأيي خدوا بعض وروحوا شي عطلة حلوة. انا ما عملت شي. خال، ممكن نحكي؟ عن اذنكم. أنا قلت لك أنك مدين إلي باعتذار. ترك الاعتذارات على جنب، لازم تلاقي لي أفضل المحامين. كل شي واضح ابني، ومحاكمتك رح تكون شكلية. أنا ما عم أحكي مشاني، مشان ياجيت. ياجيت ليش؟ ما حدا بيعرف شي يا خال، وما بدي حدا يعرف. اعتقلوا لأخي لأنه قوص بالمسدس على إبرو. أنا خايف يكبر الموضوع. بدك يعني أنقذ شخص بده يدخلنا على السجن أول ما يطلع؟ أنا ما قلت بدي، قلت لاقي لي. شو كلامي واضح ولا لا؟ رح نحكي بموضوع إبرو بعدين، بس مو هلا. معدتي عم توجعني كتير ومو قادر أحكي أكتر. مثل شو؟ قلت لك رح نحكي بعدين، في معنا وقت منيح. شوف موضوع المحامي. يلا جهزي، بدنا نروح. فرهاد إبرو، قلت لك لا توثقي بهالبنت. ما لوين بدنا نروح؟ أنا بالسيارة عجلي.